مشاهدين الكرام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل باحدث الاخبار الوطنية والدولية تزامنا مع تلويح الجزائر وجبهة البوليساريو بالحرب مع المغرب منذ أشهر وصلت القوات المسلحة الملكية تطوير منظومتها القتالية الجوية من خلال الحصول على مجموعة من صواريخ الـ AGM-154 المعروفة أكثر بإسم جي إس أو دبليو التي يبلغ مداها 550 كيلومتر والتي يمكن استخدامها بواسطة السفن والطائرات الحربية بما في ذلك سرب طائرات الاف 16 التي عقدت المملكة صفقة اقتنائها من الولايات المتحدة الامريكية العام الماضي واكدت تقارير مواقع متخصصة في الشؤون العسكرية ان المغرب حصل على مجموعة من صواريخ الجي اس او دبليو الاكثر تطورا والتي تصنعها شركة رايتيون الامريكية وهي نفسها التي ستزود الجيش المغربي بمنظومة صواريخ باتريوت الاكثر كفاءة عالميا والتي كانت قد وقعت مع الولايات المتحدة صفقة لتصنيع الصواريخ المتطورة والمعدات المرتبطة بها بقيمة 768 مليون دولار ستذهب 40% منها لأربع دول هي المغرب وإسبانيا وتركيا والسعودية وبحصول المغرب على هذه المنظومة من الصواريخ سيصبح الدولة الوحيدة في القارة الإفريقية التي تتوفر عليها وثالث عربيا بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومن بين مجموعة قليلة من دول العالم لا يزيد عددها على 12 دولة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية التي سبق أن استخدمتها في عملياتها في أفغانستان والعراق إلى جانب تركيا وهولندا وأستراليا وكندا واليونان وبولندا وتايوان ووفق موقع اير فورس تكنولوجيا المتخصص في تكنولوجيا الدفاع العسكريه فان هذه الصواريخ جرى تطويرها بشكل مشترك بين القوات الجويه والقوات البحريه الامريكيه ويتم توجيهها عبر نظام تحديد المواقع العالمية جي بي اس ونظام الملاحة بالقصور الذاتية اي اناس كما تستخدم الاشعة تحت الحمراء لتحديد اهدافها بدقة ويمكن اطلاقها من مسافات عالية او منخفضة وتتماشى مع طائرات الاف 15 والاف 16 وسيتم دمجها مستقبلا مع طائرات الاف 35 الاكثر تطورا والتي يفاوض المغرب لاقتنائها نشكركم على حسن المتابعه الى اللقاء